ومن جهته قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة توماس جولدبرجر أن صندوق السفراء يعمل في مصر منذ عام 2001، حيث مول المشروعات الأثرية في مصر بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار. صندوق السفراء شغال في مصر من 2001، هم عملوا تمويل بأكتر من 1.5 مليون دولار أمريكي لمواقع أثار كتيرة إسلامي وفرعوني وجريكو رومان، روماني ويوناني، وهم يعني مرحبين إن هم يكملوا الشغل ده في مصر إن شاء الله.